وصف ممثل المرجعية الدينية العليا المشاركين في إنجاح زيارة الأربعين لهذا العام 1436 للهجرة بأنهم شركاء الملائكة. وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في كلمة له إثر انتهاء مراسم الزيارة: إننا نتقدم بالشكر والتقدير والامتنان لجميع المشاركين في إنجاح زيارة الأربعين المليونية، وأكد إنهم حقا شركاء الملائكة في خدمتهم وعطائهم وثوابهم، مبينا أن الروايات تفيد بأن زوار الإمام الحسين عليه السلام تخدمهم الملائكة وتخصهم بالصلاة والاستغفار والدعاء. شركاء الملائكة. اسمي نعمة حشوش حسين الكعبي، عملي منتسب بالعتبة الحسينية المقدسة بقسم حفظ النظام. بدأ عملي بالعتبة الحسينية المقدسة سنة 2010. أنا سعيد وأفتخر بهذا العمل. انعكاس هذا العمل أكيد انعكاس اجتماعي ويمكن انعكاس صحي وانعكاس مادي، وأفتخر بهذا العمل إلى الأبد. أي نعم، شهدت الكرامة في هذا باب الزينبية بالتحديد لأحد الزوار الإيرانيين اللي كان مقعد لعشرين سنة، هو وكانت الكروان مالته ويا أهله وأقاربه وجيرانه لمدة 20 سنة هو مقعد على نفس الكرسي، وحينها قام بفضل الدعاء وفضل بركة الإمام الحسين وفضل بركة الصلاة على محمد قام سيرا على الأقدام إلى أن أدخلناه إلى غرفة الندورات. أكيد توجد ملائكة في هذا المقام الشريف لإطمئنان الناس، وعندما يكون الإطمئنان والخير والطيبة أيضا تكون الملائكة موجودة في زيارات الخميس والجمعة. تتواكب الزوار على ضريح الإمام الحسين ويكون العمل مضاعف ويكون الجهد مضاعف، ولا نشعر بأي تعب ولا نشعر بأي ضيق أصلا من هذه الخدمة المقدسة الشريفة. والله أول شيء أتمنى أن يكون رضا الزوار علينا على المنتسبين والخدام بالشيء الأول، والثاني أن يكون لنا شفاعة من الإمام الحسين جزاء هذه الخدمة المقدسة. كل يوم نطلب من الإمام الحسين، ولكن الشيء الملموس المادي والمعنوي الذي منحه لي الإمام الحسين شيء أكيد هو شفاء ابنتي واستقرار حالتها الصحية الطبية، لأنها تعاني من مرض بالعيون، والحمد لله والشكر. وكما أنه طلبت أن يكون لي بيت من الإمام الحسين، والحمد لله والشكر ما قصر الإمام الحسين ووضع لي سقفا لي ولعائلتي، والحمد لله والشكر.
كلمة لزملائي وخدام الإمام الحسين، كل طريق ينتهي إلى حد معين، وكل غاية تنتهي إلى نتيجة معينة، إلا طريق الإمام الحسين ينتهي إلى طريقه، ينتهي إلى مرضاة الله وإلى جنان الخلد إن شاء الله. والنتيجة لغاية خدمة الإمام الحسين هي إن شاء الله أن تكون الشفاعة باسم الإمام الحسين. كلمة لأبنائي ولعائلتي أن لا يتركون طريق الإمام الحسين، وأن يبقون مواظبين على خدمة زوار الإمام الحسين في مدينة كربلاء، لأن مدينة كربلاء هي مسكن وضيافة الزوار الإمام الحسين. قف على باب الحسين وقف الرجاء أبلا تكبرا، وقر بأن حب الحسين يحكم ما فينا. كم من سلاطين تكبروا بعزهم، علموا بأن حب الحسين قد ذل السلاطين.